فرمايكو معكم انوار السعدي مدينه القنيطره مقيم مدينه ليل الفرنسيه مده 23 عام. قبل ما نمشي لفرنسا كنت ندير الكاراتيه هنا في المغرب حامل على السنتر حملت على السنطه الكحله في تقريبا 1997 هنا في المغرب ومشيت كملت الكارير ديالي في الكاراتيه درت 3 دان الحمد لله دابا من موراها بدلت الرياضه ديال الكاراتيه درت لايكيدو درت 3 لايكيدو درت كراف ماغا 3 دان درت كيمبو درت تايكوندو في بولونيا انترناسيونال فهاد الرياضه اللي درت ديال ديزارماسيون اللي درتهم فكرت انني ندير سيلف ديفونس نقلب على سيلف ديفونس اللي رياضه ماشي من داخلها ديزارماسيون مي سيلف ديفونس فهي رياضه خاصه بالضبط البوليس و سميتو اللي كارد كور الناس لي سيكوريتي فدخلت لهاد الرياضه هادي بحكم انني عندي دو تروزيام دان يعني تروزيام لاكيدو تروزيام دان كاراتيه دخلت لهاد الرياضه سيلف ديفونس خاص نسمعوا دابا بزاف ديال سيلف ديفونس اللي كاينه في هذا الوقت هذه ديال ان اي واحد يقدر يدير سيلف ديفونس رياضه تيدخلوا في سيلف ديفونس مي لو سيلف ديفونس لو غي سيلف ديفونس ما كاينش مازال ما دخلش للمغرب هو خاص كما قلت في الاول خاص الشرطه بحكم انني دابا وليت اونترينور انترناسيونال الحمد لله في سيلف ديفونس درت عده ستاج في العالم يعني في اوروبا كامله تقريبا وفي العالم وفي المغرب درت عده دورات في المغرب في مدن بزاف منهم مدينه قنيطره درت فيها واحد تقريبا 21 دوره في قنيطره من 2018 لدابا ودرت رباط اكادير فاس تطوان طنجه والحمد لله عندي بروجي اخرين فهاد السيف ديفونس نديرو ماشي غير بالضبط ان تكون شي حاجه على علاقه بسيف ديفونس بحال كخا ماغي ندير في جميع اي ارماسيون ندخل ليه ندير في سيف ديفونس يعني نقدر نديرو عن مورين تيكوندو نقدر لحقاش التيكوندو تي الرياضه ديال التيكوندو او الكاراتيه فيقدر يدير كومبيتيسيون مع الكاراتيه او رياضه اخرى تقدر دير الكومبيتيسيون مع الرياضه لنفس الرياضه مي سيف ديفونس فهو خاص بالناس اللي وقع لهم مشاكل في الزنقه واحد تجيب الموس واحد تجيب بعصا واحد تجيب سيف كما تنسموه الكريساج وهذا فتيطلب واحد السرعه سيف ديفونس يطلب واحد السرعه والدقه في الخصم يعني خص تكون واحد السرعه ويكون كما تنقولوا ريفلكس تكون واحد السرعه فائقه شويه من باش تحكم الانسان تحكم في هذاك اللي هز مع الموس وهذا يعني تيكون الانسان تمكن في راسو 100% تنعاود نقولها 100% ولكن كومين واخا حنا تنقول متاكدين تنقول ايفيتيو هاد لي بروبليم هذا الانسان الى ايفيتا الحاجه الخطيره فهو مزيان ولكن لا ما لقاش البوسيبيتي انه يهرب ولا شي حاجه فتي السي ديفونس تحميك من هاد المساله بقى تنشكر قناه الدار على الحضور ديالهم معنا وتنشكرهم فعطوني فرصه في هاد المساله فانا قليل من نحضر في التواصل هذا الحمد لله تنشكر الاخ عبد المجيد تنشكر الاخوان كاملين ديال القناه الدار وشكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي